رياض بن فضل متوجهت له حتى التهمة إلى حد الساعة هذه. هو مروح نهار الثلاث اللي فات من فرنسا، وقفوه في المطار فكلوا الباسبور حطوه في غرفة وحده، سألهم فما بطاقة جلب، قالوا له لا ما فماش. حاشنا بيك، قعد غادي حتى نص نهار، نص نهار هزوه للعوينة، جاو المحامين نتاعو سألوه شنو أملاكك، شنو ممتلكاتك، شركات، ديار، عقارات، سيارات، كل بروبريتي، سألوه منين شريتها، بقداش شريتها فقط، ولم تتوجه أي تهمة إلى حد هذه الساعة. بعد ما جاوب على الأسئلة الكل خرجت في بطاقة إيداع بخمسة أيام. بعد خمسة أيام كي وفاو تعد على وكيل الجمهورية، وقع بحثه وتمدد فترة الاحتفاظ بخمسة أيام أخرى. احنا في حزب القطب نعتبروها انه قضية ذو خلفية سياسية بحتة. علاش؟ خطر الأسئلة هذم والبحث هذا عنده مدة، منذ خمس سنوات عيطوا رياض بن فضل على العديد والعديد من المرات، كل مرة يطلبوا شنو قائمة الممتلكات بتاعه من شركات من عقارات، وكل مرة يهز لهم الأوراق المفيدة في ذلك، ويقعد ساعات في البحث ويروح. وخمس سنوات ونحن في نفس الوفات اللي اليوم يوقفوه بالطريقة هذه وهو مروح وما يعلموش حتى علاش، ما ينجم يكون كان ذو خلفية سياسية. بعد الأسئلة نلقاهم نفس الأسئلة اللي قاعد يجاوب فيهم عنده خمس سنوات الآن. اليوم فما خمسة أمناء عامين من أحزاب معارضة، يلزم نثبتوا معناها نقولوا راهم أحزاب معارضة، خاطر ما فما حتى أمين عام أو منسق عام لحزب موالي لمسار 25 جويلية توقف ولا تقام البحث معه. كي نرجعوا دونك في الكونتكست، كي نرجعوا في الكونتكست هذايا بعد 25 جويلية، بعد أحداث 25 جويلية، ونشوفوا اللي كل صوت معترض سواء من الأحزاب السياسية أو من النقابة أو من المجتمع المدني أو حتى من مدونين على فيسبوك انتقدوا المسار هذايا وتم إيقافهم أو تم البحث معهم، ما ينجم يكون إيقاف رياض بن فضل إلا ذو خلفية سياسية بحتة ديجيزي مقنعة بقضية مالية. هدف السلطة هو الانفراد بالسلطة، وما يقلقوا حتى حد وما ينقضوا حتى حد. وبدأت الحكاية هذه حتى قبل إيقافات الأمناء العامين، بدأت بمرسوم 54 اللي هو كان إيبي دو داموكليس على الأفواه الكل مهما كانت، وعلى الصحافة أولا ثم على السياسيين ثم على المدنيين، باش مشروع قيس سعيد إلي أبليكي سانز إتر ديرانجي. واليوم قاعدين نشوفوا اللي الأفواه قاعدة تتسكر بشوية بشوية في الإعلام، في الساحة السياسية، وحتى في فيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. المعارضة في تونس بعد الثورة كانت أكثر في ردة الفعل من الفعل حقيقة صراحة. علاش؟ خاطر اللي وصلوا للسلطة منذ الثورة إلى يومنا هذا أحزاب يمينية، أحزاب محافظة، أحزاب رأسمالية، وكانت المعارضة في موقف معارضة اليسارية، طبعا معارضة اليسارية كانت في موقف ردة فعل، كانت في موقف صد كي تنتقد، كي دينونس يعني تفضح ممارسات السلطة، ولم تجد الوقت نوعا ما لبيع مشروعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المحاكمات السياسية، المحاكمات السياسية، محاكمات الرأي بصفة عامة وليست سياسية فقط، خاطر المحاكمات طالت زاد الإعلاميين وطالت المدنيين طالت السياسيين طبعا. المحاكمات هذه طبعا أثرت في أنه المعارضة التونسية ما تعملش البديل متاعها وما تعدش البديل متاعها، خاطر قعدت الدافع على الموقوفين، الدافع على المهرسلين، وقعدت أيضا تتخوف بكل صراحة أنها في صورة ما تكون بديل لقيس سعيد ولا لمشروع 25 جويلية شابت عليها آلة القمع.